أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نزلت أشرطة في الآونة الأخيرة، وهي أشرطة كثيرة تحكي ما جرى بين الصحابة من الفتن، فهل يجوز استماعها أو المتاجرة فيها؟ الواجب إتلافها، الواجب إتلاف هذه الأشرطة، ولا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها، لأننا منهيون عن ذلك. وهذا الذي أملى هذه الأشرطة لا يخلو، إما أن يكون مضللاً وقاصداً للتضليل، وإما أنه جاهل، وإما أنه جاهل ولا يعرف العقيدة وما فيها من التحذير من الخوض في أمور الصحابة. وعلى كل حال هذه الأشرطة باطلة، ولا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها ولا استجلابها، والواجب إتلافها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.